خير عليك، تحياتي ليك وتحيات امير ليك، وعايزين نعرف منك اخر الاخبار والمستجدات في معسكر الاهلي استعدادا لمباراه الغد باذن الله. مساء الخير يا محمد، تحياتي ليك والامير وكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. يعني زي ما ذكرت بالظبط كده، دي اول يعني المباراه عقب مباراه الاتحاد على طول ب 48 ساعه. ده اللي طبعا دفع الجهاز الفني بقياده مستر بيتسو موسيماني ان دوت التمرين الاول للفريق عقب مباراه الاتحاد. يمكن فضل ان ما يكونش فيه تمرين بالامس، ولكن النهارده الفريق اتجمع في النادي الاهلي بالجزيره في تمام الساعه 8 ظهرا، وبعد كده الفريق اتحرك على 3:30 جينا هنا اسكندريه على الافطار مباشره. فريق تناول وجبه الافطار هنا في فندق الاقامه بمنطقه برج العرب بمدينه الاسكندريه. زي ما انت قلت، يمكن بعد الفطار كان في محاضره فيديو للفريق الساعه 9 مساء حضرها كل اللاعبين. طبعا مستر موسيماني شرح فيها اهم نقاط القوه والضعف الفريق النادي المصري منافس الفريق ان شاء الله في مباراه غدا ان شاء الله. يمكن كمان كان في بدايه المران اللي ابتدى فيه تمام الساعه 10 كان في محاضره بقى زي ما بنقول تحفيزيه من كابتن سالم الحفيظ، كان في نفس الجزئيات اللي انتوا كنتوا بتتكلموا فيها في البدايه، ان ما فيش وقت خلاص، احنا اهم حاجه الثلاث نقط في هذه المرحله، ثلاث مباريات في الدوري، ابتداء مباراه الاتحاد، بعد كده المصري، بعد كده شارع الدخان. طبعا ثلاث مباريات مهمه في مشوار الدوري العام، مش عاوزين نفقد اي نقاط في هذا الوقت المضغوط. ومن بعدها ان شاء الله مباراتي الذهاب والعوده مع الرجاء المغربي في دور الثمانيه من دوري ابطال افريقيا. يعني زي عاوز اقول لك يعني انقل لك كل الاجواء، يمكن الاجواء اكثر من رائعه، حاله كبيره جدا من التفاؤل والاصرار من اللاعبين. يمكن كمان النهارده ظهور اكثر من عنصر جديد في قائمه الفريق، سواء محمد اشرف الباك الشمال، زياد طارق، او محمد فخري. وطبعا خروج اكثر من لاعب، يمكن مستر بيتسو موسيماني والجهاز الطبي فضلوا ان اي لعيب عنده اي شكوى او اي اجهاد ما يكونش موجود في هذه المرحله الهامة من عمر المسابقة، خاصة مع ضغط المباريات وتوالي المباريات. يمكن عندنا النهاردة أكثر من غياب، محمود وحيد طبعا بيغيب لوجود إجهاد عضلي، يمكن اتكلمت مع دكتور أحمد أبو عبلة عشان يبقى المعلومة، خاصة في موضوع الإصابات. طبعا أنت عارف الاجتهادات يا محمد ويا أمير في الفترة الأخيرة بيبقى في كلام كتير جدا، الناس بتكتب بدون علم، وده طبعا بيعمل مشاكل كبيرة جدا للفريق وللاعبين أنفسهم. يمكن النهاردة يعني من كلام دكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق هو الغيابات النهاردة والأسباب هقولها لكم كلها. زي ما قلت محمود وحيد للإجهاد العضلي، كمان حمدي فتحي يمكن شعر بالام خفيفه في الحوض فالجهاز فضل انه يكون مش موجود في هذه المباراه. كمان طاهر محمد طاهر عنده كدمه في العضله الاماميه، ولكن باكد لكم وفقا لكلام الدكتور احمد ابو عابله الثلاث لاعبين ان شاء الله هيكونوا موجودين في المباراه المقبله مع النادي الاهلي امام شارع الدخان ان شاء الله الثلاثاء المقبل. كمان يعني خبر سعيد، يمكن صلاح محسن هيكون موجود في اول مران عقب مباراه المصري باذن الله، هيشارك بشكل تام جدا مع التدريبات الجماعيه للفريق وهيكون تحت امر الجهاز الفني تبعا لحالته الفنيه. كمان محمد هاني خلاص في اخر مراحله التاهيليه من الاصابه لحقت به في شد في العضله الضامه. كمان رامي ربيعه بينفذ برنامجه التاهيلي من الشد في العضله الخلفيه، ولكن ما زال لسه امامه متسع من الوقت، اعتقد هيكون مع الفريق ان شاء الله عقب مباراتي الرجاء. بشكل عام بجد هنا يعني الاجواء اكثر من رائعه، فندق الاقامه المعسكر اكثر من رائع. يمكن الفريق بيتدرب داخل فندق الاقامه طبعا، لان طبعا نظرا لحاله الاجهاد فكابتن سامح حفيظ والجهاز الاداري فضلوا ان التدريب يكون داخل فندق الاقامه هنا في مدينه الاسكندريه. عاوز اقول لكم يمكن ان درجه الحراره هنا في مدينه الاسكندريه 16 درجه مئويه، ودي تقريبا هيبقى نفس اجواء ودرجه حراره المباراه بكره ان شاء الله. خليني كمان اكلمكم على برنامج الفريق بكره، يمكن الفريق ان شاء الله بكره يبقى فيه المحاضره الاخيره للمباراه هتكون قبل الافطار في تمام السادسه، من بعدها الفطار ان شاء الله في 6:30 الى 5، والفريق هيتحرك من هنا من فندق الاقامه لملعب المباراه في تمام الثامنه الا الربع. يعني الفندق بالظبط ما بينه، طبعا انتوا اكيد عارفين وجيتوا معسكرات هنا يا امير ويا محمد، الفندق بالظبط بيبعد 10 دقائق عن ملعب المباراه. فالفريق هيتحرك ان شاء الله في تمام الثامنه الا الربع، والمباراه ان شاء الله هتكون ضربه البدايه 9:30 على استاد برج العرب ما بين الاهلي والمصري ان شاء الله. اتمنى ثلاث نقاط جديده للنادي الاهلي يعني يستمر على صدارة المسابقة والوصول للنقطة 34، ويبقى خطوة من خطوات متعددة إن شاء الله نحو لقب الدوري الغالي جدا على جماهير النادي الأهلي في مرحلة مهمة جدا، عشان بإذن الله يبقى الفريق إن شاء الله مركز بشكل كبير جدا في البطولة الأفريقية. كلمة ليكم ومعاكم لو في أي استفسار. يعني كلام أكيد مهم من خلالك توفيق وتوضيح أهم بصراحة بالتحديد بخصوص المستبعدين، وإن الاستبعاد سببه الإصابات المختلفة أو الإجهاد اللي بيعاني منه بعض اللاعبين سواء حمدي فتحي، محمود وحيد، وايضا طاهر محمد طاهر، وكذلك محمد محمود ممكن يكون استبعاد فني شويه، او ممكن يكون عنده حاله اجهاد مثلا بعض التدريبات او حاجه. فده مهم لان الكلام كان كتير خلال الساعات القليله السابقه على ان الاستبعاد كان فني، فده تاكيد مهم من خلالك بشكرك عليه. لكن في الحقيقه يا محمد عايز اطمن واطمن جماهير النادي الاهلي بشكل اكبر على المرحلة الحالية. طبعا مباراة بكرة مباراة مهمة قوي وصعبة جدا قدام المصري البورسعيدي، لكن في ظل ضغط الماتشات بتخرج من ماتش قوي قدام الاتحاد تروح تلعب المصري، وبعد المصري عندك ايسترن كومباني، وبعد كده هتلعب مع الرجاء،
ازاي بيتعامل الجهاز الفني بخبرات كبيره زي خبرات موسيماني كابتن سامي قمصان وكل الجهاز المعاون مع اللاعبين في المرحله دي تحديدا، وكيفيه الفصل ما بين مباراه واخرى يا توفيق؟ يمكن في النقطه دي بالتحديد يا امير يمكن لها ثلاث يعني زي ما بنقول ثلاث اوجه. هو الاوجه الوجه البدني، وده اول وجه طبعا، ودوت مدرب الاحمال كابيلو يمكن قايم بدور اكثر من رائع فيه. يمكن الناس كانت بتتكلم على اجازات وطول فتره الاجازات، لكن طبعا اكيد الجهاز الفني ادرى من اي حد ليه هو بيدي اجازات، خاصه زي ما شفنا يمكن 8 ايام اجازه بعديها 7 ايام بتلعب فيهم 3 مباريات ومن بعدهم مباراتين كبار جدا امام الرجاء هنا في القاهره وكمان في الدار البيضاء. فالجزء البدني زي ما قلت لك ده اهمهم، ويمكن مدرب الاحمال بيلقى اشاده كبيره جدا من مستر المدير الفني للفريق. الجزء الفني وطبعا كلنا ثقه في مستر موسيماني الحاصل على لقبين متتاليتين لدوري ابطال افريقيا، ان شاء الله يكون عند الموعد وحقق البطوله الثالثه على التوالي في انجاز غير مسبوق سواء للنادي الاهلي او لاي مدير فني داخل القاره. يمكن عايز اقول لك كمان يمكن الروتيشن او التدوير اللي بيتم للاعبين، الاجازات كلها محسوبه من الجهاز الفني اللي احنا كلنا ثقه فيهم في هذه المرحله المهمه زي ما قلت يا امير. يمكن عايز اقول لك كمان دخول عناصر جديده النهارده باين جدا في المران، ده اول مران والمران الاساسي لمباراه المصري. يمكن حاله تنافس كبيره جدا ما بين اللاعبين، كل اللاعبين حريصين على حجز مكان اساسي في التشكيله. زي ما بنتكلم يمكن مستر موسيماني بيعتمد على اكثر من لاعب زي ما قلت، حتى الاصابات والغيابات سواء حمدي سواء محمود وحيد او طار، دكتور احمد ابو عبله اكد ان هم موجودين ان شاء الله مع الفريق في الفتره الجايه. ويمكن لما اتكلمت معاه قال لي احنا دلوقتي بنتبع سياسه ان اي لعيب مش جاهز بنسبه 100% مش هنخاطر بيه، لان المباراه مضغوطه جدا واحنا محتاجين جهود كل اللاعبين. فاي لعيب هيشارك هيكون سليم 100% واحنا واثقين في مجموعه اللاعبين الموجوده والجهاز الفني كله ثقه فيهم. اي حد هيكون موجود هيبقى قد المسؤوليه وقد تيشيرت النادي الاهلي. الوجه الثالث زي ما تاكل المرحله المهمه اللي احنا فيها هو الجزء النفسي. اعتقد كابتن سامي حفيظ قام بمجهود اكثر من رائع. يمكن النهارده زي ما قلت لك كان المحاضره فيديو للجهاز الفني، ومن بعديها كمان كانت محاضره في بدايه المران للكابتن سامي عبد الحفيظ اتكلم فيها مع اللاعبين على اهميه يعني المجهود الرائع اللي يعني بيبذل في هذه المرحله واهميه هذه المرحله لجماهير النادي الاهلي واللاعبين. زي ما قلنا انت بتنافس على البطوله المحليه وعايز تعمل فيها كل مباراه مكسب علشان ما يحصلش يعني اللي حصل السنه اللي فاتت، يمكن مشاركه اللاعبين في الاولمبيات، مشاركه لاعبين النادي الاهلي الدوليين، غيابهم لفترات كبيره جدا في الموسم اثرت على الفريق وعلى مسيرته. ولكن الحمد لله يعني مجهود الفريق كل البطولات افريقيا ما كانش فيه توفيق شويه في الدوري. فاعتقد الجهاز الفني والاداري بيتكلموا بشكل كبير جدا مع اللاعبين في هذه النقطه، عايزين تركيز، عايزين كل مباراه بثلاث نقاط هنا في الدوري العام يكون الفوز فيها النادي الاهلي، ومن بعدها ان شاء الله التفكير في بطوله افريقيا. خاصه ان يا امير يمكن اللاعبين فيما بينهم كده والاحاديث الجانبيه اللي بتدور بينهم، اللاعبين مصرين ان هم يروحوا كاس العالم تاني. يعني انت كنت موجود وشفت الاجواء في كاس العالم، في لاعبين كانت اول مره تروح، عايز اقول لك ان اللاعبين كلها اصرار انها تروح تاني وتشارك في هذه الاجواء الرائعه تاني، وعايزين يكونوا موجودين في يعني في المحفل الدوري تاني. وعايز اقول لك ان تارجت انك تحقق بطوله افريقيا العام الثالث على التوالي ده يعني انجاز ما حدش عمله قبل كده. اعتقد النادي الاهلي يعني هو اقدر الناس بتحقيق الانجازات الغير مسبوقه، وان شاء الله يكون انجاز غير مسبوق للنادي الاهلي ويكون الفوز ببطوله الدوري الصعبه جدا في ظل ضغط المباريات، وكمان ان شاء الله تتويج بالبطوله الثالثه على بطوله افريقيا. طيب توفيق، يمكن سؤال اخير واجابه كده سريعه عشان وقتنا ووقتك معانا. لفت انتباهي وانت بتتكلم على اصابه حمدي فتحي، عنده الام في الحوض، واحنا عارفين اصابات الحوض تحديدا بتبقى من الاصابات المقلقه لاي طبيب او اي جهاز طبي. هل دكتور احمد ابو عبله قال لك مده غياب حمدي فتحي قد ايه يلحق ماتش الرجاء المغربي، ولا فتره الراحه هتبقى قد ايه بالظبط؟ بشكل قاطع محمد، والاجابه على لسان دكتور احمد ابو عبله رئيس الجهاز الطبي بالنادي الاهلي، حمدي فتحي ان شاء الله موجود في المباراه المقبله امام الشرقيه للدخان، وان شاء الله يكون سليم ومعافى ويشارك في مباراتين الرجاء. زي ما قلت لك هو السياسه دلوقتي بتابعها الجهاز الفني والطبي، مفيش لعيب هيكون موجود غير وهو سليم بنسبه 100%. يمكن اي لعيب بيبقى فيه شكوى او اي اجهاد بيتم استبعاده مباشره علشان ان شاء الله نستفيد فيما هو قادم من مباريات ويكون تحت امر الجهاز الفني. ان شاء الله كمان طاهر وكمان محمود وحيد هيكونوا تحت امر الجهاز الفني ابتداء المباراه المقبله باذن الله. بإذن الله. زميلنا العزيز محمد توفيق موفد قناة الأهلي من تدريب الفريق في برج العرب، شكرا جزيلا ليك.